بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين صفية فارح باندي وحايد مدلية هميل قستو الدنيا دي كجوكتان. رمضان مبارك، رمضان مبارك بالبركة سنة كجرنا. الحمد لله الحمد لله إله سبحانه وتعالى إما هاتو سوغناتي بشا بركة سنة إنا كجرنا وحانا نسيب لقف بشا بركة سنة لكو سدا وما أركتي إلا حدا نوضا ما أنتنا إنو تاي مالنتي لحد. الحمد لله جزاكم الله خير سوء لواذا وحكا لإذنكم سوء قلين وأركي سان عين محالي رهدا قرال كي يماشي قرن إن أي تحي نفس الدعضة سدح وحاربا إنا إذن لقيب سدو سيدي نفس الدعاء كور مرين كرتا ولا على بدنا يسوي دين أو حي ملايين إن أيام تان كتجي ما أهن يعني وأعرف تين family responsibility your online courses and سمينا أو قلت لك على specifically ما أعرفتي إن رمضان ك كورسوين أو energy قفك كور وقاضيو أو عبادة قفك سوء وبتصدو أو سيء ونقضوا mindset كل وشي جا وحوي يحبا وإن جو أنكا جو أتكادو إن وبدل ما وحي مسكح ذا وكجري رمضان كان وأوبا هنتا cleansing so كورسوين كاساس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دواده سو نفس الدعاء سو كور مارين كرتا سو عاش سواه نفس الدعاء وح كور مارين كرتا وان إنا aware of أتاهي وحي نفس الدعاء إيه أوده أو أقمن كرتيد وين هرتو كو تلسكوب سو قاعدتيد نفس الدعاء وقاعدتيد أتلا حديد محان نفس الدعاء إذا ما عرفت محي تقانا أو يعني محان كوفي عن هاي محان سكوح ما هاي كو diagnosis كو سمينة سا نفس الدعاء نفس الدعاء diagnosis مركا كو سميسيد وحكو صبحايو وحكو صبحس الريزولت وادو حساب اسكو دفنايو كلي حساب تمرك اسكو دفنيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حساب تمرك اسكو دفنيسيد وحساب لقود ديرو اما فراكشن هادو اما هاي هادو مولتبكيشن مركا اسكو درتيد وحباكو صبحايو مركا انا الهاتيد aware of انا اوغاتيد بودي جاي انرجي جاي انا اوغاتيد بكو صبتو هدات الراهديد انسا نولاشو حا اوباهانا انا هرمرو او انرجي اذن لهين او انرجي غاقا ماشو كوب حاي اذن اوغين اي ماش انرجي غاقا وكسو قلي كرا اذن اوغين تاس نوحين نقونسا you know aware of body gan you know aware of mind كاقا مسكح ذاذن موغين first number one you have to aware انا اوغاتي دو اي مد اللباد ان اعتحي قف اوغ مشنك وكله هي ادون الى اخر لبدا مشنك وحن كودا ان ليدهي غوان اما ميله اسوتيد ودا ان ليدهي ودا هدا ليدهي وحا كو فوددانيسو كوميتمنت تيغيد ان غوان كيدا ان غارتيد وانا اوكتين وح ولبا ان نيهين حديسن وح نيهد كسوغين ان غاري كرين وحا جوابي ولالها اسو ويديستي ان ان كا هادلو مخالي ريدا توبيغان اه سيده نولوشادا هورمر او غاري كرتا نولوشادا وحا هورمر او غاري كرتا كو ان اوكتahay sahad bahor uso sheegi wixii ku shaqeeyay waxan ku shaqeynin labo energygaaga ina ogtahay energyga inuu meesho ka soo galaayo you have to have energy sadah skills ina leedahay skills ka aradisid skills in everywhere skills waxaa jira ko relationship ka hata ina skills ki sabratid waay skills how to market qofka ibn aadan ka loola dhaqmo waa skills skills how to develop business kaaga saa u korin lahayd waa skills skills kas ina read u taa abratid in ala hatid tan afarad awood a ku barin kartid ability oo a ku barin kartid ma aragtay adiga oo ku ogaan kartid skills kas skills kas abratin haddana ina mid shanaad a si barin kartid si qof kale skills kis aad ma aragtay u bari kartid waa laba ya ability adiga waa marka hore ina awoodas u lahaatid haddana aan lahayn kartid awood in qof kale aad ku caawin kartid taas adduun horumar ku gaaraysa ma ahan ilmiga ama wax marka baranaysid ama business ah hor u soconaysid adiga kelimaha marka hore mishinkaaga ha ahaadaba ko mishinkaaga ku dar mishinkaaga waxa ku dartaa in aad caawinaysid nafsadaada nafsadaada energygaaga aad kubcinaysid in knowledgekaaga aad kubcinaysid in skillskaaga kor u qaadisid taas markaas sameysa maxaa ku soo baxay waxa ku noqotay missionkaaga clear noqday missionkana markaan ku dhahaayo waxaan ka wadaa meesha u socotid ma ogtahay meesha again aad u socotid hadaa ogtahay waxa ku soo baxayo calculationkaas uu ku noqonaayo skillskaas ina awooddeeda aad lahaatid oo nafsadaada ka bacdin qof kale aad ku caawin kartid aadan u mahadsantihiin kuma sii dheeraanayo waqtiga afurka ii soo dhow laakiin muhiim waxa ah
in qofka ibn aadanka sida oxygenka sida biyaha cad ugu baahanta nafsadaada inaa u cabtid sida cuntada ugu baahanta inaa u cabtid sida u jeceshahay in yani aad kurtid ilmigana saasoo kale ugu baahantahay knowledge la'aan waa adigoo indhaha xiran you have to seek knowledge knowledge markaad seekid samaynaysidna laba wax adduunka maharagta laba wax isku daba wadin laba wax iska ilaali laba waxna qaado in always I lahatid loyalty iyo trust in a humble noqotid qof humble ah cilmiga waxaa waaye maahan cilmi inaa xambaaratid oo meel la fariisatid uu cilmigaas uu kaa dhigo maaragta personal ahaan uu haya kaa dhigo laakiin cilmiga waa cilmiga humble kaa dhigo oo qof naxariis badan qof yacni la qaybsanayo qof deeqsi ah cilmiga inuu kaa noqdo cilmigaas waa midka liibaana oo midka aad dadka maaragta la wadaagi kartid laakiin cilmiga nooca kale oo u noqdo arrogant cilmiga noqdo markuu qof su-aal kusoo weydiiyo oo aad maaragta qofkii su-aasha aad uga jawaab ma ahan yacni inaad mashquultahay kama hadlayo in yacni specifically aad adiga isku koobtid cilmigaas wuxuu kaa dhigayaa stinj bakhiilnimo laakiin cilmiga muxuu flourishing noqdaa muxuu kordhaa waa markaad la wadaagtid la wadaagas aad la wadaagaysidna waa practice adigii kuu fiican your practicena wuxuu kuu noqonaa wax niyadaada ku jiraayo lasee hadda qur-aanka macalimiinta qur-aanka dadka baro oo xaafidiinta ah hadday meel la fariistaan qur-aankii ay xifdiyeen eesan akhrinin ama eesan dad kala barin qur-aankaasu gacantooduu ka baxayaa cilmigan kalena the same way waa cilmiga markaa baratay inaad sii gudbisid waxaa kuu dhahaya ability adiga aa ku awoodid nafsadaada aa cilmiga si ku samaysid oo aa ku dhaqantid inaa abilityga lahaatid oo dadka kale walaalaha aa ku gaarsiisid taasna waa markay imaanayso public speaking marka yacni skillska inaa u baahanta aa baratid public speaking sida dadka walaalaha aa ku gaarsiisid waa mahadsantihiin dadka london joogo I know afurkeena noo soo dhow afur wanaagsan dhammaantiin walaalaha dhammaan kheyra idiin wada rajaynayaa allah dartiisaan idin wada jeclahay meel kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu